بسم الله الرحمن الرحيم. اي بي اي بي ادرس مانجمنت سيرفر. ايه بقى حوار الاي بي ام ده؟ ده سيرفر وظيفته عن طريقه بتعمل مانجمنت لبعض السيرفرات من مكان سنترلايز. يعني على سبيل المثال عن طريقه تقدر ان انت من مكان سنترلايز تمانج مثلا الدومين كنترولر، تمام، تمانج الدي ان اس كونسول، تمانج الدي اتش سي بي كونسول، تمانج كمان الان بي اس نتورك بوديز سيرفر اللي كنا قلنا عليه اللي هو بروتوكول الراديوس، تمام. طيب قلنا تاني كل ده من مكان سنترلايزد، تمام. انا عن نفسي بصراحه يعني الاي بي ام سيرفر ده بالنسبه لي اي كلام بصراحه، فتعالوا شوفوه ونحكم عليه، تمام. عندي دلوقتي المكنه بتاعت الدومين كنترولر، وده جهاز اساسا ممبر من الدومين. ما ينفعش ان انت تحول جهاز اساسا الدومين كنترولر لاي بي ام سيرفر، تمام. لازم يكون جهاز اصلا ممبر من الدومين، تمام. فلو جيت دلوقتي على الجهاز ده، اول حاجه زي ما احنا متعودين مع بعض ايه، ان انت بتضيف رول، تمام. نيكست نيكست. هضيف دلوقتي الاي بي ام، لو دورت في الليسته دي هلاقيها مش موجوده، يبقى نعمل ايه؟ ها نيكست. اختار ايه؟ اي بي ام. ايوه ادرس مانجمنت، يبقى هتظهر عندي كفيتشر انستول. بعد ما اخلص كلوز، بالمناسبه مش هيرمي لي هنا كونسول، يعني لو جيت على تولز ادور على اي بي ام مش هلاقيها، امال بجيبها منين؟ من هنا اي بي ام، تمام. هم اساسا السته ستيبس دول خلصناهم، يبقى كده الاي بي ام تصطيبه خلصناه. اول حاجه كونكت تو اي بي ام سيرفر، مش محتاجه ان انا اعمل فيه حاجه لان هو كده كده اصلا كونكتد عندي على السيرفر اللي انا واقف عليه، فدي اول خطوه. الخطوه اللي بعديها بروفيجنز اي بي ام سيرفر. يعني ايه؟ المفترض انا لسه قايله ان الاي بي ام سيرفر بيعمل مانجمنت لمين؟ للدي اتش سي بي، للدي ان اس، للان بي اس قلنا اللي هو الراديوس، وبيعمل كمان مانجمنت لمين؟ للدومين كنترولر، تمام. طيب اي حد كده يعمل مانجمنت للسيرفرات دي؟ لا، لازم يبقى فيه ليه بوليسي عليهم، ليه اوثرايزيشن عليهم، تمام. فقدامك حل من الاثنين، يا اما ان انت تيجي على السيرفرات دي تكتب اوامر عليها على الباور شيل، اوامر كومبليكيتد عشان تسمح للاي بانك سيرفر ان هو يعمل لهم مانجمنت، تمام. او ان انت عن طريق الجروب بوليسي تبدا ان انت تحدد ان السيرفرات دي اصلا، تمام، هتقدر تتحكم فيها عن طريق جهاز الاي بي ام، تعمل لها مانجمنت عن طريق الاي بي ام، تمام. مين الاسهل طبعا بالنسبه لي؟ عن طريق الجروب بوليسي، صح. فلو جيت دلوقتي على جهاز الدومين كنترولر ودخلت تحت الجروب بوليسي مانجمنت كونسول، ولو جيت هنا تحت تولز ودخلت تحت جروب بوليسي، تحت تي شوب، هلاقي هنا ان ما عنديش اي دومين كنت او اسفه اي بوليسي ريليتد بالاي بي ام، تمام. ايه اللي هيحصل؟ مجرد ما اخلص الويزرد ده في عندي امر هكتبه على الباور شيل، ساعتها الاي بي ام سيرفر هيكونتاكت مع الدومين كنترولر ويحط هنا مجموعه من الجروب بوليسي اوبجكتس. يحط ايه؟ مجموعه من الجروب بوليسي اوبجكتس. فخلينا ماشيين معايا كده نيكست. طيب بيقول لي دلوقتي عمليه المانجمنت دي، تمام. المفترض ان انا قلنا تاني همانج اكتر من سيرفر من واجهه واحده، هتمانجيها عن طريق اساسا النتيجة اللي هي المانجمنت ده، هتحطيها جوه ويندوز انترنال داتابيز ولا سيكوال سيرفر؟ انا في حالتي ايه؟ ما عنديش سيكوال سيرفر، هختار ويندوز انترنال داتابيز، تمام. وعشان كده حتى وانا بسطب الاي بي ام كفيتشر طلب ان هو يسطب الويندوز انترنال داتابيز، تمام. نيكست. طيب مش انا لسه قايله دلوقتي ان لازم ان انت تيجي على السيرفرات الدي اتش سي بي والدي ان اس اصلا تسمح ان الاي بي ام سيرفر يعمل لها مانجمنت؟ لو انا اخترت مانيوالي يبقى هتضطر تروح على السيرفرات دي، قلنا تاني تكتب عليها امر كومبليكيتد في الباور شيل، تمام. الاسهل عن طريق الجروب بوليسي، فانا هكتب له هنا اصلا نيم بريفكس للجروب بوليسي، زي مثلا هسميه اي بي ام اندرسكور جي بي او. ايه الفكره؟ ايه؟ هيتكريت هناك، تمام. للدقه بقى لو قلت له نيكست كده، تمام، هيكريت عندي ثلاثه جروب بوليسي اوبجيكتس بالاسم ده، اي بي ام اندرسكور جي بي او دي اتش سي بي، الثاني اندرسكور جي بي او دي ان اس، الثالث دومين كنترولر وان بي اس. فيكريت عندي المفترض هنا دلوقتي ثلاثه جروب بوليسي وهيطبقوا على مستوى الدومين، تمام. طيب نقول له كده نيكست ابلاي. بعد ما يخلص حتى هذه اللحظه برده لسه مش عمل حاجه،
ليه؟ لازم اكتب امر عندي في الباور شيل اصلا عشان اقول روح لاي بام سيرفر اكتب الجروب بوليسي اوبشن دي جوه الدومين كنترولر. تمام، خلص اهو. طيب فين بقى الامر ده؟ معاكم في الماتيريال اصلا، الملف ده اول كام خطوه عملناهم، ادي الامر اللي في الباور شيل اهو. تمام، انفوك اي بام بروفيجننج، الدومين بتاعي تكتب لي اسم الدومين، الدومين كنترولر اسمه ايه؟ نفس الاسم بي دي سي دوت تي شيل دوت كوم، الجروب بريفكس الجي بي او بريفكس انا مسميها اي بي ام اندرسكور جي بي او. تمام، يبقى مش هعدي في اي حاجه لغايه دلوقتي في الامر ده. السيرفر بتاعي اللي هو الاي بي ام سيرفر اسمه ايه؟ دي بقى اللي انا هعدي فيها لان السيرفر بتاعي انا مسميه اي بي ام دوت تي شيل دوت كوم. تمام، مين هو اليوزر اللي هيمانج الكلام ده؟ الادمنستريتور ات تي شيل دوت كوم. يبقى نفتح كده هنا على الاي بي ام سيرفر الباور شيل، تمام، ونكتب الامر. بس اتفقنا تاني ان في حالتي السيرفر بتاعي اسمه اي بام دوت تي شوت دوت كوم. وانتر. يس انتر. بيكريت هو جي بي او اوبجيكتس. يس تمام. يس تمام كده خلاص. لو جيت بقى دلوقتي هنا على الدومين كنترولر واديت له ريفرش كده ظهر عندي ايه؟ ثلاثه جروب بوليسي اوبجيكتس. تمام، تعالوا مثلا نقف على اللي هي ليها علاقه بالدي ان اس ده. المفترض دلوقتي ان هي تحت سكيورتي فلترنج، يبقى الكلام ده اصلا متطبق على مستوى جهاز الدومين كنترولر وعلى مستوى كمان الجهاز بتاع الاي بام. تمام، طب هو مش ظاهر هنا، يبقى نعمل ايه؟ ندخل جوه سي ام دي ونقول له جي بي ابديت على فورس، والمفترض ان ده كمان هيسمع على مستوى بقيه السيرفرات. تمام، فالصح برضو ان انت تروح على بقيه السيرفرات كلها تقول لها ايه؟ جي بي ابديت على فورس. تمام، استنى كده اما يخلص. طيب خلص اهو، لو ظهر خير وبركه، لو مش ظهر وطول معايا زي ما حصل كده لا، يبقى ساعتها ممكن ان انت تضيفه بايدك. فنكمل بقيه الخطوات، لو كان ظهر اوكي، لو مش ظهر قلنا تاني هضيف انا السيرفر بايدي. تمام، طيب بعد كده بيقول لي الخطوه اللي بعديها كونفيجر سيرفر ديسكفري. تمام، لو انا قلت له دلوقتي جيت فورست بيقول لي ان هو بيرن تاسك في الباك جراوند اهو. تمام، بعد ما يخلص المفترض ان انا هلاقي هنا اسم السيرفر بتاعي اللي هو الدومين كنترولر بتاعي، او للدقه اسم الايه؟ الدومين. لو قلت له كده طب هو لسه مش جايبها، نعمل ايه؟ جاست ان انت تقفلها وتصبر لغايه ما يخلص اساسا بروفيجننج، وبعد كده تضغط عليها تاني. المفترض ساعتها ان انا بلاقي اسم الدومين بتاعي. خلص اهو، لاقي اسم الدومين، فهقول له ايه؟ تمام، قال لي انت عايزه دلوقتي على مستوى الدومين ده عايزه تمانجي ايه؟ الدومين كنترولر ولا الدي اتش اس بي ولا الدي ان اس؟ سي ان انا عايزه مانج كله. تمام، الدومين كنترولر هنا اللي يقصد بيه، اللي يقصده بيه اللي هو السيرفيس بتاعت الدومين كنترولر، وكمان السيرفيس بتاعت الان بي اس. تمام، طب ماشي اوكي، دي الخطوه اللي بعديها. بعد كده لو قلت له هنا ستارت سيرفر ديسكفري، برضو اصبر خالص لغايه ما ايه؟ يخلص التاسك اللي هو بيرنها في الباك جراوند. عايز تشوف ايه التاسك؟ بتقول له مور. تمام، فالمفترض قلنا تاني ان هو بيعمل ايه؟ ديسكفر دلوقتي على مستوى الشبكه بالكامل. اصبر لغايه ما يخلص، عمال يرفرش فوق اهو. تمام، لو قلت له بعد كده سيلكت اور اد سيرفر تو مانج اند فيريفاي اي بام سيرفر، هو بيحاول دلوقتي انه يكونكت على الشبكه، لقى عندي سيرفر واحد بس اللي هو مين؟ بي تي سي دوت تي شوت دوت كوم. تمام، بس حالته ايه دلوقتي؟ مش هقدر ان انا اعمل له مانجمنت لان هو بلوكت. تمام، فهكليك هنا يمين واقول له ايديت سيرفر. تمام، انت عايزه تمانجي انهي سيرفيس من دول؟ سي مثلا عايزه مانج الدي سي والدي ان اس، سي مثلا كمان الدي اتش اس بي. تمام، واختار هنا مانجد ان سبيسيفايد، يبقى مش محدد ان مانجد، يبقى انت مش عايز تعمل له مانجمنت. انا في حالتي اقول له ايه؟ مانجمنت. تمام، ولو قلت له دلوقتي اوكي اصبر بقى خالص لغايه ما يخلص ايه؟ العلامه دي كده، افضل كل شويه اديله ريفرش. تمام، وهنصبر لغايه ما دي تخضر.
عن تجربه السيرفر ده بيطول قوي لغايه ما ايه، او مش بيطول قوي يعني على حسب، ساعات بقى انا ورزقي يعني، ساعات يقعد دقيقتين كده لغايه ما دي تخضر، وساعات اصلا يقعد بالربع ساعه لغايه ما تخضر. تمام. فبرضه هنتاكد كده ايه، لو جيت هنا تحت السيرفر اديله 1 GB ابديت على فرص هنا وهنا، تمام. وبرضه نتاكد ضاف لي هنا اسم الجهاز ولا لا، ريفرش، تمام ظهر اهو. تمام. وعلى مستوى الدي اتش سي بي ظهر، وعلى مستوى الان بي اس ظهر. تمام. ولو المفترض دلوقتي جيت هنا على ديليجيشن تاب على مستوى اي واحده منهم، هلاقي فعلا الاي بي ام ده عباره عن ايه، سكيورتي جروب. ده عباره عن ايه شباب؟ سكيورتي جروب اسمه اي بي ام. تمام. عشان نتاكد شغلنا تمام ولا لا، هروح دلوقتي تحت اكتب دايركتور يوزرز اند كمبيوترز. تمام. تحت يوزرز هلاقي المفترض ان انا عندي جروب اسمه اي بي ام جروب. اي بي ام جروب، لو قلت له دبل كليك كده، هو مخليه نوع يونيفرسال، عشان كده كاتب لي الحرف هنا ايه، يونيفرسال جروب، ولازم يكون نوع سكيورتي. لو دخلت تحت ممبرز لازم الاقي السيرفر اللي اسمه اي بي ام ممبر من الجروب ده، لو مش ممبر منه مش هقدر ان انا امانج السيرفر، السيرفرات. تمام كده. طيب احنا كده تمام زي الفل. تمام. على مستواهم كلهم اتاكد من نفس الحوار. تمام. لو جيت بقى هنا دلوقتي كده اكليك يمين واقول له ريفرش تاني، اصبر لغايه ما التاسك تخلص. تمام. وساعات انا ساعات لما بيطول بلجا لحركه بقى، يخلص بس كده الريفرش ونشوف هيخضر ولا لا، واقول لكم ساعتها ان انا بلجا لايه. تمام. كليك يمين اديت، واشيل مثلا الدي اتش سي بي واقول له اوكي. تمام. وارجع تاني اخضر اهو، وارجع تاني اديت تاني واضيفها تاني. وضحت كده؟ انجز معايا اهو. دي حركه الواحد من كتر التجربه يعني ايه، يا اما ان انا اصبر عليه، يا اما ان انا اعمل له ريستارت، وعاده بعد الريستارت برده بيفضل لونه احمر، لازم اصبر عليه شويه. يا اما انا بالتجربه اصلا اكتشفت الحركه دي، اشيل سيرفيس واضيفها تاني يخضر معايا على طول. تمام. طيب تعالى بقى نكبر دي كده شويه. اول حاجه ادرس سبيس. تمام. تحتيها ادرس بلوك، انا ما عنديش هنا، لو اديت له ريفرش كده مفيش ادرس بلوك. تمام. طب لو دخلت مثلا على ادرس جروب، نصبر على ده كده شويه، المفترض اصلا ان هو يجيب لي رينج الاي بات اللي احنا شغالين عليه لغايه ما يقوم كده، ربنا يقومه بالسلامه. تمام. لو دخلت هنا بقى تحت الدي ان اس والدي اتش سي بي، مثلا تحت الدي اتش سي بي، بالمناسبه انا السيرفر ده سطبت عليه فعلا الرول بتاعت الدي اتش سي بي. تمام. وعملت اوثرايزيشن للسيرفر وكريت كده اي بول كايه، كتست. تمام. كريت فعلا عندي هنا سكوب اهو. تمام. فلو جيت هنا تحت دي اتش سي بي قلت له كده ريفرش، لسه برضه مش ظاهره. طيب نجيبها من هنا مثلا، عايزه مانج مين؟ الدي اتش سي بي انون كده لسه، على فكره كده لسه. هضطر بقى دلوقتي ان انا اجي على السيرفر تاني. تمام. واقول له هنا كده تاني ايه، نقف هنا وكليك يمين واقول له تاني ريتريف السيرفر داتا، يعني انا كده عايزه ان انا اجيب كل معلومات السيرفر. تمام. نجرب بقى تاني كده. بدا اهو ينطق اهو ريتريف، يعني معناه هات لي المعلومات بتاعه السيرفرات. قلت لكم تاني اول مره بس تتقل عليه شويه لغايه ما يجمع المعلومات بتاعه السيرفرات. تمام. فجاب لي هنا الرينج بتاع الايبهات اللي احنا شغالين عليها. لو جينا وقفنا تاني هنا على الدي اتش سي بي، عايزه مانج مين؟ الدي اتش سي بي ولا دي ان اس؟ زي مثلا دي اتش سي بي، واديت له ريفرش. تمام. لا كده ايه، اتغيرت اهي، بقت راننج. تمام. عايز دلوقتي ان انت تمانج اي حاجه، زي مثلا اديت للبروبرتيز، عايز تكريت سكوب جديد، عايز ان انت تمانج السيرفر او السكوب اللي اوريدي موجود، تعالوا نكريت كده مثلا سكوب جديد، كريت دي اتش سي بي سكوب. تمام. هتسمي السكوب ايه؟ مثلا هسميه تيست لو حبيت اديله ديسكريبشن. طب بالنسبه للاي بي هات، هفترض ان انا هديله اي بي هات رينج تاني، سي مثلا من عشرات 1 لعشرات 254، والبرفكت اللي انت عايزه،
فترة الليز تمام. متهيألي الاوبشن دي واضحة قوي. عايزة تشغلي اصلا الدايناميك ابديت ولا لا؟ عايزة تاكتيفي السكوب ولا لا؟ صح تمام. وبعد كده سي مثلا هقوله دلوقتي هنا في حاجة تانية هو هنا عايزها ايه تاني هنا description تمام. لو قلت له كده اوكي المفترض دلوقتي ان هو بيكونتاكت مع الدي اتش سي بي سيرفر ده ويبدا فعلا يكريت لي السكوب ده. طب عايزه مانج دي ان اس، يا اما ان انا اقف هنا يا اما ان انا اقف هنا وافلتر مين الدي ان اس، وبرده اديله ريفرش كده عشان تتاكد فعلا اخضر ولا لا، اقدر اعمله مانجمنت ولا لا. مثلا كليك يمين عايزه كاريت زون ولا لا تمام. طيب مثلا هقول له ماشي اوكي كاريت لي زون، الزون دي فورورد لوك اب زون نوعها برايمري اسمها تيست دوت كوم مثلا تمام، انتجريتد مع الاكتف دايركتوري ولا لا تمام. كمل بقيه البيانات، زي بقيه البيانات مش محتاجه ان انا اقراها يعني، لان الكلام ده احنا اخدناه قبل كده بالتفصيل. اوكي كده المفترض ان هو فعلا راح ايه كرييت لي زون تمام. بس هنا كده طيب انا كان عندي زون برضو هناك اسمها تي شوت، ممكن ان انا اسلكت عليها واقول له مثلا كرييت لي ريكورد تمام. الريكورد ده نيو تمام، انت عايزه يكون نوع ايه؟ سي مثلا ايه ريكورد هسميه تيست تمام، وبالتالي هيبقى اسمه تيست دوت تي شوت دوت كوم، الاي بي بتاعه دوت 200 تمام. عايزه تكريتي له بوينت الريكورد ولا لا؟ كمل البيانات بقى تمام. لو جينا دلوقتي نتاكد فعلا الكلام ده سمع على السيرفر، على السيرفرات بتاعتي ولا لا. اول حاجه لو جيت كده على دي اتش سي بي ريفرش تحت سكوب تمام، مش انا كنت كريت فعلا سكوب اسمه تيست واخد اي ديهات عشرات سمع ولا لا؟ طيب لو فتحت دلوقتي الكونسول بتاع الدي ان اس تمام، انا برضو كنت كريت هنا ايه زون وهميه كده اسمها تيست وكريت لي جواها اتنين ريكورد، وجيت على تي شوت كريت جواها ريكورد اسمه ريفرش كده تيست ظهر ولا لا؟ في اي مشكله في الجزء ده؟ يبقى معنى كده تاني ان انت بتمانج كل حاجه منين؟ من شاشه واحده. فلو عندك عدد كبير من السيرفرات تمانجهم بشاشه واحده تمام. انا عن نفسي بصراحه مش مستريحه ليه قوي. طب ما انا ادخل اصلا يعني بالريموت ديسكتوب على كل سيرفر وانجزه وخلاص يعني. سيرفر مانجر مثلا انا بالنسبه لي اسهل مثلا فعلا السيرفر مانجر، بس هي على اساس يعني عبد الوهاب ان هو بيقول لك ان كل حاجه مانج منين؟ من شاشه واحده. في اي اسئله في الايتم؟